وتحت شعار أصدقاء إلى الأبد، انطلقت مسيرة للجالية الفلبينية المقيمة على أرض الكويت، وذلك بمبادرة شخصية من أحد المواطنين الكويتيين وبمشاركة الهيئة العامة للبيئة. وتستهدف المسيرة ترسيخ مفهوم الصداقة بين الشعوب، سيما بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت مؤخرا لبعض أفراد الجالية الفلبينية بالكويت، والتي تفاعلت فيما بعد وصولا إلى قرار حظر إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، رغم أن تلك الحوادث هي حوادث فردية. هدف اللي أنا أردت تحقيقه حقيقة هو تسليط الضوء على الجاليات اللي موجودة في الكويت، لا سيما الجالية الفلبينية اللي عددها حوالي 265,000، وما حدث مؤخرا من حادثة أو حادثتين لا تنم حقيقة عن كره أو بغض الشعب الكويتي للجاليات الموجودة، بقدر ما أن هذه الحوادث فردية وتحصل بأي مكان. رسالتي اليوم بهذه الأعداد الكبيرة اللي قاعدين تشوفونها، يمكن لغاية الحين عندنا باقي نص ساعة، العدد وصل إلى ما شاء الله، هو رسالة كذلك موجهة إلى الفلبين بأن الجالية الفلبينية في الكويت تعيش بأمن ورخاء وسخاء في ظل قيادة حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه، وهو قائد الإنسانية. ومن هذا المنطلق يتوجب علينا كأشخاص وكمؤسسات مجتمع مدني أن نعمل بتكامل ونعمل بيد بيد من أجل توضيح هذه الصورة وهذه الرؤية، بأن ما يحدث حقيقة هو أمور فردية لا تنسحب حقيقة على الواقع العام.